ده كان كله عن ال SQL خلاص ولسه في ال SQL مواضيع خلاص ما خلصتش. لكن دي انت كده بقت يعني ايه خدت ال SQL يعني تقريبا كل تصنيفاتها، لكن لسه بقى ممكن نخش في مشاكل ولو احنا عايزين نعمل كذا و و و وتفصيل اكتر ممكن تخش في اكتر من كده. لكن احنا دلوقتي بنتكلم على على موضوع تاني في الداتابيز اسمه تي اس كيو ال. احنا خدنا الفيوز ولا ما خدناش الفيوز؟ يعني ما عملناش كريت فيو؟ طيب ده اول حاجه بعد التيبلز على طول. خلاص ازاي نعمل فيو؟ خلاص تيجي بتعمل كريت. نرجع للجمله كانت موجوده دي، بالنسبه لنا الجمله دي مثلا مهمه بس انا مثلا ممكن اكون مش عايزها بماكسيمم ومينيمم وكلام من ده يعني. انا بس مش عايزها بشروط، يعني عايزها كده بتجيب لي كل الكاتيجوريز اي دي، فكده بتجيب لي كل الكاتيجوريز اي دي اللي عندي والفاليو ان ستوك و و و و و نعم لسه اهو هقول خلاص هاجي جاي نعم ماشي. اعتقد ان انا شرحتها بس يلا ما علينا، حسبي الله ونعم الوكيل. ايه طيب ماشي ما سيبوني اقولها. طيب يعني حاولوا بجد لان في مواضيع كتير جدا عايزين نغطيها النهارده. سؤالك نسيت. لو انا دلوقتي حطيت الشرط بتاعي مش على الكاتيجوري الاي دي، حطيته على الماكس حاجه اجريجيت. عادل ليه سؤال؟ ما حدش ليه سؤال، نخش على بعض. خلاص طيب الكلمتين اللي عندي يا ابني نون ميم ده ايه؟ كنا بنقول نخش بقى على حاجات تخص شويه البرمجه، عايزين نبص على المكونات الاساسيه. خلاص في باقي الشغل. في عندي حاجه اساسيه في الداتابيز اسمها ستور بروسيجرز. ايه بقى الستور بروسيجرز ديت؟ دي عباره عن جمل اس كيو ال او زي ما قلنا متوسعه شويه بقت تي اس كيو ال عشان فيها شويه برمجه، فيها اف، فيها لوب، فيها تاريخ متغير، فيها مش عارف ايه كلام من ده، لكنها برمجه عاديه. وبتبقى الاكواد بتاعتك او العمليات بتاعتك مخزنه داخل الداتابيز. ايه الاستفاده؟ معرفش انا حاسس ان كلمتكم في الموضوع ده كده مش عارف ليه. برضو ماشي. على العموم ساعات بنبقى العمليه لما تكون طبعا الداتابيز كده كان داتابيز ما بتكملش، لازم يكون ليها ابلكيشن بيتكلم معاها، سواء كان ديسكتوب ابلكيشن، سواء كان ويب ابلكيشن، موبايل ابلكيشن، حتى لو كان كونسول ابلكيشن لازم يكون في حاجه بتتعامل، يعني في انترفيس من خلالها بتكلم مع العمليات الاساسيه الخاصه بالداتابيز. في الحقيقه ساعات بنكتب العمليات جوه الابلكيشن وساعات بنحب نكتب العمليات جوه الداتابيز. في اغلب الاحيان والافضل انك طالما ان العمليات جوه الداتابيز او عمليات تخص قاعده البيانات بالظبط يبقى يفضل تعملها جوه الداتابيز. ليه؟ في اسباب كتير قوي يفضل انك تعمل عمليه جوه الداتابيز ما تعملهاش على الابلكيشن. اهم عمليه بالذات لما يكون في انتجريشن، ويمكن الوضع الغالب كان يعني من فتره كنا نيجي نتكلم على الانتجريشن ومش عارف ايه، يقول لك بس نعمل ابلكيشن بس ومش عارف ايه، لكن دلوقتي في الوضع العادي لازم يكون في انتجريشن. العادي اللي هو مش هيبقى ويب سايت بس او يبقى ديسكتوب، لازم يكون داخل يا اما ديسكتوب وتلاقيها هيركب عليه ويب سايت بعدين، او ويب سايت وبيتكلم برضه موبايل ابلكيشن بيشوف النتيجه عامله ازاي، يا اما يعني فتلاقي الانتجريشن ده بقى وضع عادي، بقى وضع عادي. فلما انت تعمل العمليه الاساسيه جوه الداتابيز انت دلوقتي عملت ايه؟ فصلتها عن الابلكيشن. وبقى الديسكتوب ابلكيشن بيناديها ويشغلها على طول، والموبايل ابلكيشن بيناديها ويشغلها على طول، والويب ابلكيشن بيناديها ويشغلها على طول، بس ما بتحتاجش تكتبها في كل ابلكيشن منفصله بشكل مختلف. فبقى نوت بقى عندك ميزه انت بتنفصل عن اللانجوج اللي هتتكلم مع الداتابيز، بتنفصل تماما عن اللغه اللي هتتكلم مع الداتابيز، بتنفصل تماما عن نوع الابلكيشن اللي بيتكلم مع الداتابيز، بتنفصل تماما عن كل الكلام ده، وانت بتبنيها بتعمل عمليه معينه وعلى الابلكيشن اللي هينادي ايا كان بلغه ايه، ايا كان بشكل ايه، هو بينادي بشكل الطبيعي بتاعه هو على البروسيجر اللي موجود. خلاص لا 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 ممكن يكون في ويب سيرفيس بتتكلم وبتنادي على ستور بروسيجر او ستور فانكشن، دي حاجه عاديه خلاص، لكن مش هي مالهاش دعوه، لكن مالهاش دعوه بالموضوع خالص. تمام طيب فاحنا عايزين نتكلم على الستور بروسيجرز طبعا بجانب ان هي اسرع في التنفيذ، اسرع في التنفيذ من اللي انت تعمل البروسيسنج على الابلكيشن بكتير، سكيور اكتر. اتكلم على اسرع الاول. اسرع ليه؟ لان يعني الفرق لما يكون في ابلكيشن مثلا ويب سايت مثلا وبيتكلم داتابيز،
فطبيعي الويب سايت بيجي يكون الجمله ويبعتها على النتورك، يبعتها للداتابيز، الداتابيز تشيك السنتكس الجمله مظبوطه ولا مش مظبوطه، وقد تكون الجمله محمله بما لا يعلمه الا الله. خلاص ممكن تكون يعني محشيه، يعني ممكن تكون جمله اصلا جايه، يعني الجمله اتحشت هي وجايه، ده كلام معايا في السكيورتي دي. بس دلوقتي الجمله جايه بتروح على الداتابيز، الداتابيز بيعمل لها تشيك سنتكس، بيشوف الجمله صح ولا لا، بعد كده بيعمل لها عمليه كومبيليشن، لما يلاقي الجمله سليمه بعد يعمل لها كومبيليشن بيبدا يعمل لها اكزكيوت، بيعمل لها اكزكيوت تبعت البيانات. لكن لو ستور بروسيجر مش هيحصل الكلام ده، خلاص انت هتنادي على الداتابيز، هتنادي بس وتبعت القيم اللي انت عايز تناديها، ما تبعتش الجمله، تبعت المناداه بس. فبتروح على الداتابيز، الداتابيز اصلا ما بتحتاجش تعمل تشيك سنتكس لان اصلا معمول قبل كده، ما بتحتاجش تعمل كومبيليشن لان اصلا السوب بروسيجر موجود جوه الداتابيز ومعمول كومبيليشن وجاهز، فبتعمل اكزكيوت على طول، فبتوفر خطوتين غير البيانات اللي رايحه وجايه من على السيرفر قلت، فطبعا اسرع بكتير. دي واحده حكايه محشيه. في حاجه مشهوره جدا اسمها اس كيو ال انجكشن. خلاص اس كيو ال انجكشن هو عباره عن ايه؟ عباره عن ان الراجل اللي بيحاول ياك يبص على جمله الاس كيو ال وبيتوقع ان الجمله دي نهايتها هنا، فبيقوم هو كاتب بدل ما يقول له بس اكتب الباسورد، يقول لك مش هكتب باسورد، الباسورد بتاعي قافل سنجل سيمي كولون قفل الجمله، ويقوم عامل بقى مثلا ايه جمله جديده، او يقوم زود يقول مثلا ايه الناس بتختار كده اليوزر نيم والباسورد، فانت بتدخل مثلا يوزر نيم وهديك فكرتها، تعمل يوزر نيم بتاعك والباسورد بتاعك. فانا بقوم عامل ايه، انت فاتح لي جمله اس كيو ال انت بتكونها جوه الابلكيشن، فممكن اقوم جاي اعمل ايه الباسورد بتاعي او قايل ايه بس بتاع واحد وسنجل كود، المفروض سنجل كود دي المفروض تبقى مكتوبه جوه الايه جوه الابلكيشن مش انا اكتبها، وما قايل له اور خلاص واحد بتساوي واحد، فرق صحراوي الواحد بيساوي واحد اور، يعني يا اما اليوزر نيم والباسورد دول كذا او يكون واحد بيساوي واحد، لا والله واحد بيساوي واحد ومدخلني على طول. خلاص اتفضل يا عم ادي الداتابيز اهي، خلاص وادي الاكونتات مفتوحه وكله بقى يعيش. شوف كلمه بقى ثلاث اربع كلمات ثلاث اربع حروف اقدر اختارك منها لكن لو انت بعت عملت نفس العمليه وانت شغلت سيرف بروسيجر وبعت كلمه سنجل واحد وسنجل كوت وقلت اور واحد بيساوي واحد وبعتها، هتنط على مين؟ على السيرف بروسيجر. السيرف بروسيجر يوم ايه ما بيحصلش كومبايليشن جديد، يعني مش هيزود جمله جديده او هيزود اور جديده او هيزود شرط جديد، لا ده هيدور لما يكون الباسورد بتاعك واحد سيمي كولون اور واحد بيساوي واحد، فبيدور ان الباسورد بتاعك يكون كده، لكن ما بيفهمش لان الكومبايليشن خلاص خلصت. ما هو الفهم هو الايه؟ الكومبايليشن، هو بيفهمها ويحولها للغه المطلوبه، خلاص خلاص دي اتعملت، فما بيفهمش خلاص. زي ما تبعت له، حاول تبعت له اي حاجه انجكشن تحصل لها ايه، هو بياخدها بيدور عليها لكن ما بيفهمهاش خلاص، ان مرحله الفهم اتقفلت. دي برضو من المميزات، لو قعدت اتكلم في المميزات بتاعت السيرف بروسيجر ممكن اطول كتير جدا خلاص. لكن السيرف بروسيجر هو عباره عن مكون بيركب على الداتابيز، في برمجه، في عمليات بتتم على الداتابيز، وبتقدر ان انت تستدعيها وتشتغل عليها خلاص فيما بعد من اي ايه من اي ابلكيشن تاني. فنبص مع بعضنا على اول ايه، يعني على اول استخدام بسيط للسيرف بروسيجر. بقول كرييت بروسيجر، خلاص وادي له اي اسم، مثلا عايزين جدول يكون بسيط كده. كاتيجوريز ده جميل جميل جدا ده، قلت له كرييت بروسيجر واسميه اد كات. انا شايف ان انا عايز اضيف كاتيجوري فعايز اعمله بالشكل ده كده، كرييت بروسيجر واديته اسمه ماشي. وبعدين بحدد البارامترز اللي اليوزر لازم يبعتها عشان البروسيجر ده يشتغل، فاقول له والله هيبعت الكاتيجوري اي دي والنيم والديسكريبشن، الصوره مش وقتها دلوقتي. قلت له ماشي، وقمت عامل الكاتيجوري اي دي، طبعا بالنسبه لي هتكون انت كوما، وابعت الكاتيجوري نيم ولا تبقى ان فارتشار على 15 كده، بعرف البارامترز. ها اكني بعمل فانكشن ميثود عاديه، اكني بعمل ميثود ايه عاديه بالبرمجه خلاص. والديسكريبشن، ديسكريبشن نورت ازرق يبقى في كلمه محجوزه، فانا هعمل ايه في ريزيرف دور، فانا
هعملها كده واقول ديت ان تكست خلاص. يبقى اي حد هنال على اد كات لازم يبعث لي كاتيجوري اي دي وكاتيجوري نيم والديسكريبشن. حد زعلان؟ از يعني السوبر سيشن عباره عن، طبعا انت تلاحظ عشان نسختها كده كانت الحقيقه المفروض تبقى عامله زي ميثود عاديه بالسي شارب او باي حاجه يعني، بس هم نوت لاحظ كده وزي ما انت شايف كده، بس انا مقسمها عشان تبقى اوضح. خلاص حاجه كمان لازم اكد عليها بعد ما عرفنا كده المتغيرات، بس انا مقسمها على كذا سطر. لاحظ ان نوع اسم الحقل وبعد كده النوع، مش زي مثلا السي شارب او جافا او سي بلس بلس النوع بعد كده الايه الاسم، مش ماشيه كده. حاجه ثالثه اخيره عشان يعرف ان ده متغير عندنا في الـ في التي اس كيو ال، لازم تبدا المتغير بعلامه ات عشان يعرف ان انت تقصد ان ده فاريبل، ان ده ايه فاريبل. لازم يبدا بايه بعلامه الايه الات دي خلاص، فيفهم ان دوت بالنسبه لك فاريبل سواء كان هيتبعت كبارامتر او بتستخدمه جوه او او او. كل متغير عندنا بتبدا بعلامه ات طريقه. خلاص دي طريقه تعريف الفاريبل عندهم. ماشي كلام جميل. فقلت له insert into واسم التيبل بتاعي اللي هو categories خلاص values، او نحدد الاول الكولومز اللي هنضيف فيها الا وهي الكاتيجوري اي دي والكاتيجوري نيم والديسكريبشن. خلاص دول الفيلدز عشان ما حطش قدامهم اد، عشان ما حطيتش قدامهم ايه اد فاليوز القيم، وقمت باعت بقى الايه القيم بقى الكاتيجوري اي دي اللي هتتبعت لي هنا كفاريبل خلاص اتحط فين؟ حط هنا صح؟ كوما والكاتيجوري نيم اللي هتتبعت لي هنا خلاص اتحط هنا كوما والديسكريبشن هيتسلم هنا. خلاص كده في اي مشكله؟ يبقى هياخد القيم انت عملتها دي وهيروح يضيفها بالشكل ده بالشكل ده. وقلت له خلاص كده خلص الامر جو، نفذ الامر ده خلاص ده سيمي كولوم كده نهايه الامر. لو جينا بصينا نعم نعيش على كده المفروض لما اجي ينادي اي حد ينادي على الاد كات هيبعت دي ودي ودي وهو العمليه تتم جوه، يعني هيبقى في بقى نداء بعد كده له اد كات وبعت له الرقم كوما الاسم كوما الديسكريبشن. خلاص كده ده كده بالنسبه لي ايه الديسكريبشن فيها كويري ان هو يشتغل يعني ايه الديسكريبشن فيها كويري؟ انا مش فاهم يعني ايه الديسكريبشن فيها كويري. هيبعت الديسكريبشن بتاع الكاتيجوري يلا انت ما تسرحش، ده جدول فيه فئات منتجات الايه فئات منتجات اللي بنبيعها. ففي بقى يعني مثلا حاجه يقول لك اه ده درينكس وكافي وتيز ومش عارف ايه، يعني مش مشروبات كذا وكذا وكذا وكذا، اكلات كذا وكذا وكذا، اي رغي هو بيحطه على البيانات بتاعته. خلاص دي الايه دي العمليه. طبعا الفرق زي ما احنا هنعمل دلوقتي ان الجمله دي لما اجي اعملها اكزكيوت كده حصل لها حاجتين، ثلاث حاجات اسف، حصل لها تشيك سينتاكس اتاكد ان الجمله مكتوبه صح، وحصل لها بعد كده كومبيليشن، وبعد ما حصل لها كومبيليشن حصل لها بعد كده سيف. الثلاث عمليات تموا دلوقتي ومره واحده الموضوع انتهى. خلاص بقى اي ابلكيشن ينادي مفيش، بينادي ينفذ، هيخش على مرحله الاكزكيوت بس، ينادي ينفذ اكزكيوت بس، ينادي اكزكيوت بس، لكن مفيش ايه مفيش اي عمليات ولا بتشيك سينتاكس ولا كومبيليشن جديده ولا ولا ولا. ايه الدليل؟ تعالى هندهلها دلوقتي هندهلها خلاص. قام جاي قايل له انا عايز انادي على الجمله دي، بكتب الاول اكزيك يعني اختصار لكلمه اكزيكيوت خلاص، او اكتب اكزيكيوت كمل او اكزيك نفذ. قال لي هتنفذ ايه؟ قلت له اسمها اد كات صح، اسمها اد ايه؟ اد كات ماشي. وبعد ما ابعت لها اد كات ممكن اقول له ابعت له بقى اقول له مثلا اد الكاتيجوري اي دي 15 كوما اد الكاتيجوري نيم ولا كان اسمها ايه؟ نيم تيست كاتيجوري ما
ماشي، ممكن على اكتر من سطر عادي زي ما انا عايز. كوما والديسكريبشن تساوي اني تكست، خلاص كده اي كلام. طبعا بمزاجي يعني، لو ما رتبتهمش مش مشكله، لو ما رتبتهمش مش مشكله، ما انا مأكد قايل لك انا متغير يشيلكم تو ايه، انا متغير كم تو ايه، فمش عندنا رتب. لو جيت عملت كده اكزكيوت بس ما عملتش على ماستر، احنا سيبنا في ماستر، احنا في نورث ويند، قلت له اكزكيوت الكلام ده، قال لي cannot insert explicit value for integer. اه بيقول لي والله ده اصلا ده كولوم ايدنتيتي، يعني هو بيعمل ترقيم ايه، ترقيم تلقائي اساسا، فانت المفروض ان انت ما تقدرش، ما يبقاش لي حق انك تبعت الرقم بتاع الترقيم التلقائي. قلت له اه احنا نسينا، يبقى احنا المفروض ما يبعتش اصلا الكاتيجوري ايه اي دي، لان هو اصلا هو بيضيف بيتحط تلقائيا، وفي نفس الوقت هشيله من الايه، من جمله الايه الانسيرت، وقام شايله. طيب اعمل اكزكيوت طلع لي ايرور. ليه يا عمي؟ قال لك ما البروسيجر ده معمول. قلت له اه احنا مش عايزين نعمل كرييت، احنا عايزين نعمل ايه؟ التر، عشان يعني اظبط على 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 نفس الاسم، على كات على على الاد كات يبقى بالمنظر الجديد ده. قلت له اكزكيوت، قال لي لو كان كده ماشي خلاص. قلت له ماشي، ارجع تاني بقى للايه للتنفيذ بتاعنا وشيل الكاتيجوري اي دي، وايه بقول له دلوقتي بالشكل المباشر، انا عايزك اكزكيوت الاد كات، وادي كاتيجوري نيم، وادي الدي ايه؟ وادي الديسكريبشن. قلت له اكزكيوت، قال لي وان رو، وان رو افكتد. قلت له واحد كمان وحياتك يا شيخ. اكزكيوت، قال لي ومال، واحد كمان ضاف، واقدر اضيف على طول بشكل مباشر بالشكل ده. لو رحت على الداتابيز بتاعتي وقلت له سيلكت كله فروم كاتيجوريز، قلت له الجمله دي بس اللي تنفذها لي واكزكيوت لي، طلع لي قال لي في عندي رقم 10 انت ضفتها اهي باني تكست صح، ورقم ايه، ورقم 11 اضافه من خلال استخدامنا الى ايه، الى ستورد بروسيجر وبدون اي مشكله. حد عنده مشكله؟ بيسال سؤال، بيقول سؤال جميل جدا، بيقول لو انا هنا مش عايز احدد، مش عايز ايه احدد، عايز يبعت على طول بشكل مباشر الايه القيم بدون ما هو ما يحدد اسماء البارامترز اللي المفروض ايه تتبعت. وقلنا هنا مثلا ايه تيست كاتيجوري 3 واني تكست ايه 3، وقلنا بس الامر ده اللي يتنفذ. عملنا اكزكيوت يقول له وان روز افكتد عادي، بس فيها شرط وحيد ان هو لازم تبقى هنا ملتزم بالترتيب بتاع الايه بتاع الارسال، لازم تكون دي الكات نيم ودي بعديها مين الديسكريبشن عادي. لو جينا كده وعملنا سيلكت وقلنا اكزكيوت، جاب لي كله وجاب لي بزياده الثلاثه اللي كان موجود عندي، بس لازم ياخد دي ثم دي، يعني لو احنا قلبنا مش هيقدر يفهم ان احنا عدلنا دي مكان ايه مكان دي. بس انا عايز اتكلم عن حاجه ثانيه، ان 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 ده البارامترز هنا دي اسمها بارامترز ان، يعني هي اصلا جايه في الداتابيز بروسيجر في بارامتر من نوع اوت، يعني مش بس ان انا ابعتها لا، وترجع لي كنتيجه، وترجع لي كنتيجه. يعني مثلا في الستور بروسيجر لو جينا عملنا كرييت بروسيجر اسمه وليكن اسمه كاونت كات، ماشي، يعني بيعد الايه الفئات مثلا. طبعا ممكن نعمل باكتر من طريقه، بس الفكره ان احنا نوصل بس للفكره. وليكن احنا كل عايزينه ان انا هبعت هبعت الديسكريبشن، اقول له اد ديسكريبشن وده ان تكست خلاص، وممكن احط له ديفولت فاليو على اساس ان هو لو ما بعتش الديسكريبشن يبقى ليه ديفولت ايه، يبقى ليه ديفولت فاليو زي كده مثلا. خدنا بالنا؟
كده اه فاضي كده ايه فاضي خلاص او سبيس مثلا او اي حاجه انا عايز احطها دي كومه الافتراضيه بعت بعت ما بعتش يبقى هي دي كومه اللي هتشتغل كومه خلاص وهعمل حاجه اسمها كاتس ان او يعني عدد الكاتس خلاص وده يبقى بالنسبه لي انت وهقول ان دوت اوت اوت بوت يعني قابل للايه ان هو يستدعى قابل ان هو ايه يعني انادى عليه فيرجع لي انادى عليه فايه فيرجع لي اسمه كاتس انو هنشوف هنستخدمه ازاي دلوقتي وجيت هنا از قمت عامل جمله سيلكت قلت له سيلكت خلاص قلت له متغير اللي اسمه كاتس ان او بيساوي خد بالك بقى سيلكت كات ان او بتساوي كاونت لمين عايزك تعد لي الكاتيجوري اي دي يبقى سيلكت انا ما كنت المفروض اقول كده المفروض في الطبيعي ان انا اقول كده صح سيلكت الكاونت كاتيجوري كاونت الكاتيجوري اي دي فروم كاتيجوريز صح بس انا زودت هنا ايه قلت له لا زودت قلت له كاتس نمبر بتساوي الكاونت اللي جاي يبقى ياخد القيمه اللي تطلع منها ويحطها جوه الايه يحطها جوه الفاريبل اللي احنا ايه اللي احنا شغالين عليه ماشي ممكن اقول له في الاخر وير where in description like عارفين like like اللي اخدناها بتبحث بالشبه يعني علامة في المية معناها معناها اي حاجة والاندر سكور معناها حرف واحد خلاص كمنا عليها like ايه بدل الاندر سكور والاسترس بدل الامس في الكلام ده خلاص يعني لازم يكون الديسكريبشن لايك الديسكريبشن اللي اتبعت ده لو اتبعت اساسا لو ما اتبعتش يبقى ايه احنا ممكن نخليه لو ما اتبعتش يبقى علامه في الميه ومعنى كلمه علامه في الميه معناها ايه اي ديسكريبشن لكن لو بعت احمد يبقى لازم يدور يبقى يشيل علامه في الميه وتبقى احمد يبقى لازم يدور على كلمه ايه احمد يعني ماشي بعت ما بعتش يبقى علامه في الميه معناها اي حاجه معناها اي ايه اي نتيجه تطلع مش دي قضيه جمله سيلكت انا قضيه الحته الجايه دي خلاص وازاي الكات ان هو هنستقبله كاوتبوت ازاي الكاتس ان هو هنستقبله كايه كاوتبوت المهم عملنا ستور بروسيجر وقلنا له اكزكيوت يا عم ستور بروسيجر فقال لي الكوماندز كومبليت سكسسفل قلت له ماشي شوف بقى نستدعيه ازاي لان المشكله في الاستدعاء هنا ماشي هقول له ايه اولا دي جمله بقى جديده خالص بعيد بقى في يوم تاني في وقت تاني انت عايز تستدعي الستور بروسيجر انت عملته بس انا مش عايز امسحه من قدامك عشان تبقى ملنك انا بعمل ايه جيت انت عامل ديكلير يعني ايه ديكلير اصلا يعني عرف اكنها زي دايم اكس اسكال زي في الفيجوال كده بيزك ولا حاجه فتقول اه ديكلير ديكلير ايه يا عم قلت له ديكلير ات اللي هو كاتس ان او عرفت فاريبل اسمه كاتس انه ماشي وعرفت ان دوت ان هو اصلا في الاساس انت عرفت المتغير بتاعي في البيئه بتاعتي ماشي وبعد كده قلت له اكزكيوت قمت منادي على الايه البروسيجر بتاعي اللي اسمه كاونتس ايه كاونتس كاتس اللي هو اسمه كاونتس كاتس ناديت عليه ابعت له القيم اللي انا عايزها اللي واخد سبيس واقول له انا عايز ابعت الديسكريبشن ات ديسكريبشن وده بيساوي علامة في المية وكلمة اني وعلامة في المية يعني كلمة اني تيجي في اي حتة تظهر لما يكون في كلمة اني في الديسكريبشن سواء كان قبلها كلام او مفيش او بعدها كلام
او ما فيش، طالما في كلمه اني في الديسكريبشن تظهر. خلاص كده. طيب كوما والمتغير بتاعنا اللي اسمه، خد بالك المتغير ده بعيد قوي عن جمله الاكزكيوت، بس انا عرفته في البيئه بتاعتي عشان استخدمه فيما بعد. قوم جاي هنا قايل له كوما والفاريبل اللي اسمه كان اسمه هنا في ايه، اسمه هنا كاتس انه بيساوي كاتس انه قول هنا. ممكن يكون في التباس في الاسم، سميت هنا ايه سي انه واللي جوه اسمه كاتس انه، مش تبقى انت بس مفرق معايا وانت شغال ان انا بتكلم مع مين. فقلت له الكاتس ان او بتساوي ها سي ان او كفاريبل، ولازم اكد كمان ان دوت مسافه كده وقايل ده اوت بوت عشان يفهم ده مش هياخد، ده هيطلع نتيجه، ده هيطلع ايه، ده هيطلع بالنسبه لنا نتيجه. عايز تقلب الجمله؟ هو ده اللي مقصود. لا اوتبوت اهي، تكتب بس كلمه اوتبوت سواء هنا او هنا. لازم تكتب بس كلمه اوتبوت بس عشان يبقى فاهم ان هو. خد بالك كمان لان هي بتبقى في الحقيقه بتبقى ان اوت، بتبقى ان اوت يعني ايه؟ يعني لو انت شايل، لو في السي ان او هنا قيمه اتحطت هياخدها ويعمل عمليات حسابيه، وبعد ما يخلص هياخد نتيجه هنا ويطلعها هنا، فبيعمل عمليتين مش عمليه واحده. خلاص يعني اوت بوت ده بياخد السي ان او، لو انت كنت حاطط في السي ان او لو كنت عامل كده مثلا بيساوي 5، كنت هتيجي نقطه تلاقي الكاتس ان او بقى شايل كام؟ 5. انت طبعا انت حظك هنا قلت الكاونت وحط هنا، لكن لو كنت عامل اي عمليه هنا في النص على الكات ان او كانت هتحسب لك ب5، وبعد ما يخلص كل العمليات بتاعتها يطلع لك قيمتها بكام دلوقتي. وصلت ولا ما وصلتش؟ بس الباقي وصلت مش مهم، ده سؤال جانبي انا مش عارف ايه اللي دخلنا. ماشي، يبقى احنا عرفنا متغير لينا سميناه سي ان او، وبعد كده عملنا جمله الاكزكيوت العاديه اللي احنا اتعودنا عليها عادي جدا، هي كاونتس كاس بعت له الديسكريبشن كوما وبعت له كات ان او والسي ان او المتغير الجديد بتاعي، بس قلت له ده اوتبوت. ليه؟ عشان قلت له اوتبوت عشان يبقى عارف ان ده هيرجع لي، هيرجع لي قيمه، هيرجع لي ايه؟ هيرجع لي قيمه زي ريف. هو بيقوم بمهمة ريف في السي شارب بالظبط، اللي هو الريفرنس بارامتر، الريفرنس بارامتر. على العموم بعد ما خلصت لو انا عايز اطبع القيمة بتاعته فممكن اقول له سيلكت سي ان او عشان بس يطبع لي القيمة بتاعته كام دلوقتي، عشان يطبع لي القيمة بتاعته كام دلوقتي. انا هنفس طبعا الديكلير بس اعرف الفاريبل، عملت جملة الاكزكيوت، فجملة الاكزكيوت هتعمل عملياتها وتحط القيمة جوه السي ان او، قلت له بعد ما تخلص اطبع لي سيلكت لي مين؟ السي ان او، ما اقولش بقى فروم حاجة، انا مفيش حاجة اصلا احنا فروم منها. خلاص وجيت عملت كده اكزكيوت طلع لي الكام؟ طلع لي القيمه 3، قال لي في 3 مكتوب فيهم كلمه اني. لو رجعنا كده هنلاقي ان فعلا اني واني واني عمك 3 اني، مش اي اني تاني، احنا قايلين 3 طلع 3، اه هم ال 3 اني اللي احنا حطيناهم طلعوا ال 3 اني بتوعنا وبدون اي مشكله. اللي هو ازاي؟ تعالى بص عشان ما بقاش شويه غضيب بالنا، تعالى نشيل ده. خلاص لو شلنا ده شو ده اللي مضايق؟ ماشي اقول لك اهو، انت عايز تشيل ده صح؟ طب نشيله كده، طبعا هتشيلي ده صح؟ حلو قوي، ما اعرفش هتعمل ايه هنا، وبرضه هتشيلي ده مش عندي مشكله خالص. وليه هنعمل ايه هنا بقى؟ سيبها فاضيه. ماشي خلينا معانا، خليني معانا لاخر السطر، هنسيبها فاضيه وبعدين النتيجه هتجي لي فين؟ هتسلكت ده نفسه. ايوه هتسلكت على طول مباشره الكاتس ان او، لو انت عايز تقول من غير يساوي كده مثلا. وبعدين ده اسم فيلدز على فكره، احنا ممكن نشيله كده عشان بس ما يبقاش دماغ مشغوله، انا ممكن اعمل كده وده احنا قلناه من شويه صح؟ طب اعمل ايه هنا بقى؟ اكتب هنا ايه بقى في الكومه الثانيه؟ اكتب اوتبوت، والاوتبوت ده هيترمي فين؟ انا لازم ارميه في حته عشان بعد كده اعمل عليه عمليه، ارميه في حته عشان اعمل عليه عمليه. انا مش عارف اكتب هنا اوتبوت كده وبس. طب يتطبع ولا ما يتطبعش؟ ولا انت عايز تاخديه وتحطيه في عمليه حسابيه؟ ما
ولا عايز تاخديه وتحطيه في عمليه جمله سيلكت ولا عايز تعمل هو احنا عشان يعملوا لنا يطبع بمعنى كده ان هو لا يستخدم الا في الطباعه. لا ده اصلا لا يستخدم في الطباعه اساسا، الطباعه عشان تجربه. لكن في الحين عايز اخد الرقم ده عشان اعمل عليه عمليه، عايز اخد الرقم ده عشان اعمل عمليه مع حاجه تانية مع مع مع, مع. يعني لو جيت فاضطر ان انا اعرف مكان اولا عشان اقدر اشيل جواه قيمه النتيجه قيمه النتيجه، فسميته زي ما احنا قلنا سميناه ايه سي ان او صح، وقلنا ده انت ماشي. جيت هنا بقى قمت قال ايه النتيجه اللي تطلع لي هنا هتيجي جوه مين جوه السي ان او، يبقى اكزكيوت الكاونتس كاتس وبعت له كلمه اني وبعت له الفاريبل ده. خلاص بقى الفاريبل ده دلوقتي هيبقى محمل بالنتيجه، اعملي بقى عليه اي عمليات تانية، استخدمي جمله سيلكت تانية براحتك، لكن مش شرط ان انا اطبعه بس، ده ممكن يخش في اي جمله اخرى. يعني ممكن اقول مثلا مثلا هو هبلا كده بس نقول ممكن اقول سيلكت كله فروم كاتيجوريز وير ان الكات ان او كاتيجوري اي دي تكون بتساوي سي ان او مثلا، تنفع؟ اه تنفع، مش مشكله خالص. خدت النتيجه وعملتها في جمله سيلكت او عملها جمله ديليت او عملتها جمله ابديت عادي، اخدت انت معاك فاريبل دلوقتي شايل القيمه العب بيه زي ما انت عايز بقى بالظبط، ما عندناش عامل لنا اي ايه اي مشكله. خدنا بالنا كده؟ لو انت عملت كده هيجيب لك، بس هيجيب لك طبعا الفئه رقم 3 يعني كنتيجه. لو جيت عملنا اكزكيوت كده اهو جاب لي الفئه رقم كام؟ رقم 3 اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه، حلويات بقى وكده. اخر موضوع عايزين نتكلم عليه في السيرب بروسيجر، يعني ان لو احنا عندنا السيرب بروسيجر زي ده دايما تبقى مشكلتنا زي اللي فوق ده، نحن عندنا السكريبت موجود بتاع الاكواد وكلام من ده، بيبقى دايما عندنا الكرييت والالتر والكلام ده بيعمل لنا مشكله. على اساس يا ترى انا اول مره برمي الجمله ولا تاني مره املك؟ احنا عرفنا خلاص كرييت اول مره، التر لو انا تاني ايه لو انا تاني مره، دروب البروسيجر لو احنا عايزين نحذفه. هيبقى في مشكله دايما يكون عندك السكريبت وانت بترمي البيانات، فما تبقاش عارف لسه انت اول مره بتنشئ الداتابيز لاول مره، هتبقى عايز تستخدم كرييت ولا هي موجوده فانت عايز تعمل التر، يعني فاهم ازاي؟ فساعات بنقوم عاملين امر مشهور جدا كده اسمه اف، خلاص اف اني حاجه اسمها اوبجكت اي دي، اوبجكت اندرسكور اي دي، وده بيجيب لي اي دي لاي اوبجكت، بياخد مني الاوبجكت نيم والاوبجكت تايب، خلاص الاوبجكت نيم والاوبجكت ايه والاوبجكت تايب. قلت له ماشي اوبجكت اي دي، تحت القوس قال الاوبجكت اسمه ايه، قلت له سموه لي اللي هو كان اسمه كاونتس كاونتس كاتس، خلاص كاونت كاتس، بس ده اسم الايه ده اسم الاوبجكت بتاعي. لو كان is not null is not null، يعني لو كان ايه لو كان مش فاضي، هو الاوبجكت اي دي هيرجع لك اي دي، لان هو بيشفر كل اوبجكت عنده في الداتابيز باي دي، خلاص بيدي لها رقم، بيدي كل اوبجكت عنده في الداتابيز رقم. فانا بقول له اذا كان is not null يعني مش ايه is not null معناه ان هو مش فاضي، معناه ان في اي دي، وطالما في اي دي يبقى الاوبجكت ده موجود، يبقى الاوبجكت ده ايه يبقى الاوبجكت ده موجود. فممكن اقول له لو كان موجود دروب الستورد بروسيجر دروب الايه الستور او ما فيش ستورد، هو دروب البروسيجر اللي اسمه كاونت كاتس، خلاص واقول له جو، وبعد جو كرييت. الجمله دي اسهل واحسن من جمله الالتر، ليه؟ لان لو حصل جود يعني نفذ، ها زي السيمي كولون كده بالظبط، فكده اكني قلت له ايه لو كان الاوبجكت ده مش فاضي دروبه وكرييت الجمله دي، ففي الحاله دي تبقى ماشيه معايا. طب لو ما كانش از نوت نال، يعني لو كان جايب نال مش هيقرا الاف صح، يخش برده على الكرييت عادي جدا، فالجمله دي ما تضربش ما بتطلعش ايرور. ومن دي كده انت معناه خلاص لو كان بقى اول مره كاريت تاني مره كاريت بتبقى العمليه بالنسبه لك ايه منتهيه. ما تعمل التر
لو مش موجود ايه لو مش موجود ايوه هيطلع ايرور. طيب عامل جميل. طيب وبعد انت جرب، لكن الجمله دي كده بقى ولا تقول لي اجرب مره التر ولو طلع لي ايرور اعمل كرييت ولو مفيش كده خلاص. ده مفيش. فهمتني؟ ده مفيش. لا هنا بس غرض اوريك جمله اف واعرفك الاوبجكت اي دي والكلام ده كله، مش رفاهيه في الحقيقه. يعني مثلا عندنا في الاوراكل مثلا في جمله جميله جدا اسمها كرييت اور ريبليس، اشتري دماغك. هو ده هو مع نفسه بيظبط نفسه خلاص. لو الاه مش موجوده بيكريتها، الاه موجوده ما بيعمل لها ريبليس. لكن هنا في الاس كيو ال سيرفر مفيش كرييت اور ريبليس دي. هتكتب انت بايديك الكرييت، هتكتب انت بايديك الالتر. فعشان كده بنستخدم دايما الايه الامر ده، بحيث ان هو اوتوماتيك الامر ده بقى معناه لو موجود احذفه واعمل الجديد ده خلاص. طب مش موجود كرييت السوب بروسيجر ده، فكده بقت الجمله بقى اسمها دلوقتي الجمله اللي قدام عينيا دلوقتي بقى معناها كرييت اور ريبليس، بقى معناها كده يعني يا كرييت يا اما هي ريبليس، شيل القديم وحط الجديد لوحده بقى سواء كان داتابيس فيها او ما فيهاش ما بتشغلش بالك. فتبقى الجمله اتعملت وانت شغال بشكل ايه بشكل مباشر. عملنا كده اكزكيوت، الفعل هو دلوقتي رمى وعمل الجديد، رمى وعمل ايه وعمل الجديد. ايوه بالظبط، وده الحقيقي وده الواقع. الواقع السوبر سيجر بتبقى كتيره جدا خلاص. يعني ممكن احدد النوع اقول ده نوعه بروسيجر، ده نوعه تيبل بس مش اكتر. انا قلت له كاونتس كاتس هو يدور عليها في كله. كنت ممكن اعمل كوما اقول له بروسيجر او ده فانكشن او ده تريجر او ده او ده او ده، بس انا يعني اختصرتها فقلت خلاص هو فعل اوبجكت اي دي اسمه ويز نوت نل. طبعا مش از نوت، لو از نوت نل يعني موجود اعمل له دروب وخش كاريته. طب ما فيش اف ان هو مش موجود، اف ان هو مش موجود خش على الكريت على طول، فما تفرقش معايا خلاص كده وصلت.